ها هي الروح تدب من جديد على النشاط الرياضي، ولو حصرا واستثناء على النخبة المتأهلة أو التي تستعد للتأهل لأولمبياد طوكيو 2021، وسط أجواء خاصة فرضتها جائحة كورونا ببروتوكول صحي صارم، وفي سباق ضد الزمن يحضر سباحو المنتخب الوطني لهذا العرس المرتقب. دعونا نكتشف وإياكم أجواء التحضيرات ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية. وسط إجراءات متسمة بالحيطة والحذر ومساع دائمة لتطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره، يحتضن مسبح القبة نخبة السباحة التي تحضر للأولمبياد بإجراءات صارمة ومسؤولية تقع على عاتق المشرفين على هذا المنشأ. كانت توصياته، كانت رسالة واضحة فيما يخص التطبيق الصارم لهذا الإجراء هذا. احنا بصفتنا كمسير المنشأة هذه قمنا بتعقيم كما نقولوا الباساج تاع لي دو ناجور هادو، وخصصنا المسبح فقط للسباحين اثنين والمدربين تاعهم. كما راه تشوفوا المسبح راه نقي، يستجيب لشروط النظافه. المركز الوطني للطب الرياضي عطاونا تعليمات رانا نتبعوا فيهم. عوده التدريبات بالنسبه للسباحين الذين يعولون على تشريف السباحه الجزائريه كان امرا لا بد منه، ولو يجرى ذلك في مثل هذه الظروف. هي حاجة مليحة كي ولينا في هذا الوقت، يعني ما زلناش طولنا، إن شاء الله نكونوا في الموعد، نحضروا بكل جدية ونكونوا واجدين إن شاء الله. ولأنهم اعتادوا على معايشة الوضع، التقيد بالتدابير الوقائية لم يعد بالأمر المقلق، بل بارقة أمل من أجل تحضير بايدن عن مآرب الكوفيد. سي فغي، هي اللي عندنا كسبنا عادات جديدة مع كوفيد 19 هذايا، ويعني العادات هذوما عادات ملاح اللي كنا لازم ندربوا عليها كي كنا صغار، ريسبكتيو لا ديستونسياسيون بيناتنا سيرتو في ليشوفمون. الظروف الاستثنائية التي تجرى بها التحضيرات تستلزم برنامجا خاصا يتماشى بها، وهو ما سطرته قيادة العارضة التقنية للاتحاد الجزائري للسباحة. الشيء الجيد انه السباح كان يستنى غير في هذا الوقت يعاود يرجع فيه للتدريب في الماء، فرح، وهذيك الفرحة احنا اللي سمحت لنا شغل ان ترومبلان باش معناتها نزيدوا نطبعوهم. العد التنازلي للحضور في الاولمبياد الموعد الياباني قد بدأ لمتأهلين بتحضيرات اتت بطعم خاص في عز الجائحة، على ان يكون ذلك حافزا اخرا من اجل مشوار مشرف يرفع الراية الوطنية عالياً.